طبعاً ألم كتير كبير وألم فظيع أنك تكون عيد زواجك هو يوم الفقدان. بطبق سنتين كان أنا تزوجت في 4/4/2015 واستشهدت زوجتي في 4/4/2017. عام كامل على مجزرة الكيماوي في خان شيخون من تاريخ 4/4/2017 لتاريخ 4/4/2018 طبعاً عام الآلام وعام الأحزان. كان مو أنا الوحيدة طبعاً اللي ضليت من أهالي مجزرة الكيماوي بخان شيخون، في كتير أشخاص، ولكن أنا اللي فقدت جميع أفراد عائلتي وأخواتي طبعاً، أخوين ياسر وعبد الكريم وأطفالهم وأولاد عمي وجميع أفراد الحي. أربعة أربعة كمان فوق الألم، ألم الفقدان، ألم أنه كان يوم عيد زواجي أنا وزوجتي دلال الله يرحمها اللي استشهدت في مجزرة الكيماوي، هو من أصعب اللحظات وأصعب الأيام اللي عشتها طول عمري، لأنه بيصادف يوم مجزرة الكيماوي يوم زواج في 4/4. طبعاً أنك تعود لحياة طبيعية أو تعود ل شيء انك تشتغل عليه من جديد هو كتير صعب، لانك انت فقدت الاساس اللي كنت بدك تبني عليه حياتك، فقدت اطفالك، فقدت زوجتك، فقدت افراد عائلتك، واكثر من هيك افراد الحي بشكل عام. كفيل الزمن انه يكون في تجديد حياتي او في حياه اهالي الضحايا بشكل عام. طبعا هو بسقوط بشار الاسد باخذ ولو حق قليل من حقوقنا اللي سلب منا النظام وميليشياته. في كثير مواضيع انه ما بنقدر انه نوصفها، من انه نجدد حياتنا، نجدد مستقبلنا، انه نبني شيء حتى والمجرم موجود والنظام المجرم موجود اللي عم يقصف كل يوم، اللي ما بيعرف لا طفل ولا رجل ولا شيخ ولا مسن ولا أبداً أبداً.